غسيل دماغ. Oh my god. أنا أدعي إنه غسيل الدماغ ممكن ما ينكشف في الصمت، يحتاج لعزلة. يعني إنه غسيل الدماغ ترى أعمق، أعمق. غسيل الدماغ جزء منك، يعني يعني كذا أنت معجون في الموضوع. فغسيل الدماغ يبغى له عزلة أكثر عشان يبين، يعني يصير واضح. صفا حبيبتي تقول النية أدت بي لروحانية والاتصال بالله وفك التعلقات، إيش رأيك؟ أي يصير، خصوصا إذا استخدمتي هذه الأدوات. يعني العزلة، أوه واو، عزلة على طول تسوي لك اتصال وتغير، يعني تجردك من الكثير من الأشياء، الصمت، كل هذه الأشياء تغير كثير. فأتصور إنه في ناس كذا، بس طبعا مو الكل جاهز إنه يوصل هالمرحلة. في بعض الناس لما يحطون النية لا، بينشغلون بأجسادهم المادية، بينشغلون بشعور معين، بعدين يوصلوا لهالمراحل. صديقتي تقول ليش صرت أحب أكون صامتة أكثر من إني أتكلم؟ شوفي الكلام اللي قلناه اليوم عن العظماء ومبررات الصمت أو تفسيرات الصمت، هاي مبرر لما يتطور الإنسان. يعني لما يصل مرحلة من التطور يعني يدري إن كثير من الأشياء ما راح تنفهم إذا وضحها، ما راح تنفهم. وكثير من الأشياء يدرك إنها لن تتغير بالكلام، لن تتغير إنه أنا أتكلم، لن تتغير. ويدرك إنه كثير من الأشياء ما المفروض إنها تقال. مع التطور الروحاني يصل الشخص إلى هذه، فيقل الكلام، ينخفض الكلام. فتلقى مثلا الأشخاص في نداء الروح الثالث، بعد نداء الروح الثالث إذا مشوا صح، يعني إذا مشوا بطريقة صحيحة هم في نداء الروح الثالث، تلقاهم كلامهم مختصر، يعني المهم والضروري، ما يحتاج يعني كلام كثير. فتلقى كثير من الكلام اللي عندهم راح، مع أن قد يكونوا في شبابهم وما يوقفون كلام، بس راح كل الكلام. بس هم في مرحلة روحانية إنهم مو محتاجين، رجعوا للأصل اللي كنا نتكلم، وتخلوا عن الطارئ اللي هو الكلام. فمرات أنت ما تتكلم لإشارة، يعني خلنا نقول كنت أتكلم، كنت أثرثر، كنت كلامي وماجد، كنت أبربر على كل شيء، بعدين صرت صامت. وش اللي تغير؟ أبغى أقولك من المحتمل أنك أنت تطورت، ترتفع درجة الروحانية، فصار فيه يعني مستوى آخر. أو من المحتمل أنه أنت مصدوم، أنت مصدوم، أنت يعني انطبقت عليك الدنيا للأسف، سوري يعني. فصارت القصة ثقيلة جدا، فما في شيء يعبر عن الأزمة اللي أنت موجود فيها. فيكون الحمل ثقيل والألم ثقيل وقاع كبير وهو سحيقة، فممكن انك انت تصمت. طيب، وعلى فكرة من الممكن انه الشخص اللي يمر بصدمة يشعر انه زادت روحانيته، يعني تتداخل عليه يقول انا صمت لانه زادت روحانيتي، ولا صمت لانه انا عندي صدمة. يعني تتداخل عليه الأمور، لأنه أحد الطرق اللاواعية اللي يستخدمها الإنسان لما هو يكون في صدمات هو يلجأ للروحانية. تقول من سنوات وأنا أحاول، وهذه ثاني سنة أنوي العظمة، وقدرت أخيراً أني أبدأ أعمل لمشروعي بعد معاناة كبيرة مع إبداعي، والشهر القادم بعيد ميلادي راح أعلن عن براند الملابس الخاص بي، وأبدأ أعيش قصة روحي بكل حب. أشعر بأن روحي تطير من السعادة والبهجة. شكرا لك يا دكتورة حبيبتي، انت شكرا لك انت على مشاركتنا هذا الكومنت، صراحة مرة مبسوطة، فرحتيني. ولما يطلع البراند خليني اعرف. الله يقويك حبيبتي انت، الله يقويك. تقولك هل طبيعي مع اطلاق النية صرت غاضبة اغلب الوقت؟ هو بعد النية كل شيء طبيعي، احنا ما ندري وش اللي يصير لان ما نعرف قصتك بالضبط. فبعد النية كل شيء طبيعي، كل شيء بيصير طبيعي. يعني في ناس بتشعر بالعار، في ناس تشعر بالغضب، في ناس تشعر بالخوف، في ناس بتتغير أماكنهم، في ناس بتتغير علاقاتهم، في ناس بيطلعوا الناس بيدخلون في حياتهم، في ناس بيفتحون مشاريع، في ناس بيسكرون مشاريع، في ناس بيمرضون، في ناس بيتشافون. كل هالقصص ممكن تصير،
كلها واردة انها ممكن تصير. ذلك ما اقدر اقول انه مو طبيعي انك انت حطيت النيل، لا عادي طبيعي جدا، لانه انت متألمة انك ما وصلتي للقصة اللي انت تبغين توصلي لها. هذا حالك، هذا حالك، وكنتي كاتمة الموضوع ومخليته يعني ايش متجاهلة الشعور هذا انه في مبرر لعدم وصولي للقصة اللي ابغاها، في مبرر لعدم تحقيقي للأهداف. خلني أغمض، خلني ما أحس، خلني ما أحس. فالآن لما حطيت نية العظمة قام ضغط عليك أكثر عشان تغضب. ليش؟ ليش 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 تغضبين تنقارين؟ ليه 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 الهدف هذا ما يصير؟ ليه؟ فتفكرين بطريقة أخرى، تنطفين الغضب، تمررين الشعور، تنتقلين لمرحلة أخرى. فحان الوقت أنه تنطفين الغضب، هذا هو الوقت المناسب انك انت تشتغلي على الغضب. تزوج علي وما قدرت اطلب الطلاق. حبيبتي انت، حبيبتي لو بالصيف ناقشنا الموضوع، بس خلص مدام ما تقدرين انت الله يعينك، هذا اللي اقدر اقول. الله يعينك لما تقدرين. تقدرين تحضرين جلسة الطلاق، هي تساعدك على التفكير، على انك انت تحطين الامور على الطاولة. وعموماً أنه أنت اللي يصير لما يصير أنك أنت ودك في شيء بغض النظر عن موضوعك، لما يصير أنت تبغى هذا الشيء بس ما تقدر تسويه، فمعناها إمكانياتك وطاقتك أقل من القرار. أبغى أسافر بس ما عندي فلوس، فبالتالي قراري أكبر من الطاقة اللي عندي، فمحتاج اني انا ارجع اقول طب خلني اشوف انا وش ممكن اضبط في الطاقات اللي عندي. اوه طلع قرصان بعد نية العظمة، اوه اكيد عندك العظمة مرتبطة بقصص مادية. والله موجع اختبار القرصان، بس يعني زي ما نقول يعلمك، درسك باقصى الطرق. يعني كيف نبدأ بالعزلة في حال الحياة البشر والعمل؟ أنا قلت قبل، قلت إنه العزلة اللي يحظى فيها محظوظ صراحة، وما المفروض إنك أنت ترمي مسؤولياتك وتروح تحت هزل على طريقة طفولية يعني للحياة، لإدارة الحياة. لكن في ناس هم محظوظين، في ناس فعلا فعلا ترى محظوظين عندهم يعني فرصة، مثلا عندهم إجازة يقدرون يعني يأخذون إجازة، أو يمكن هم في مرحلة انتقالية ما بين وظيفة ووظيفة، أو هي لسه ما توظفت تبحث عن وظيفة، أو مثلا هو عنده عمل الخاص يقدر يعني يعتزل. وفي أشخاص مثلا ما عندهم أطفال أو أطفالهم كبار، أو في أحد يساعدهم في العناية بأطفالهم، ممكن عنده شريكة حياة جيدة أو شريك حياة جيد، وهكذا. في ناس فعلا يعني عندهم حظ انه يقدرون يستخدمون هذه الأداة، واغلب الناس صراحة ما يقدرون يستخدمون العزلة، ما يستطيعون، يعني هم عالقين في قصص كذا ما يقدرون يسوون اوف، ما يقدرون. مين اكثر شخص ابغى اقول له معلش اجتهد وسوي العزلة؟ يعني اغلب الناس بقولهم لا خليك على الصمت والسكون والأحلام. مين شخص أبغى أقوله لا بليز بليز يعني معلش معلش عشان نفسك، معلش عشان القصة يعني هذه لن تتكرر، يعني اللي على سن الأربعين هذا أقول لهم معلش معلش ضبطها، حاول تضبطها، حاول تضبط العزلة، حاول تضبط العزلة، لأنه سن الأربعين عندك نداء الأثير وبعدها عندك نداء الروح. يعني صراحة هو أوريدي يعني كذا يعني يقلب لك الدنيا، يعني سن الأربعين فجأة يقلب لك الحياة كذا، كانت لون وصارت لون ثاني، كل شيء ينقلب، أنت كذا يعني تتغير كل القصة، تتغير كذا تشوفها بطريقة مرة مختلفة. فصراحة ما ودك يعني تمر لأنك أنت ماخذ عزلة. كيف أسامح شخص نرجسي لا يزال يسيء لي وقريب لي جدا؟ يا ماما لا تسامحين. أنا قلت سامحون قبل، قلت ولا سمعت أحد يقول لا تسامحين لا تسامحين؟ تشعرين أنه أنت ما سامحتي شخص أسألك لا تسامحين؟
احنا ما يبغى لها مطوعه، انت متاذيه، انت جسمك ينزف صح ولا لا؟ والله مشكله صراحه، مشكله. يعني تدخل مدرسه الامل الزائف، يقول لك اول شيء سامح لا تحكم. يا بابا وش انا؟ انا زر، انا زر، انا كتله مشاعر، انا كتله مشاعر، ايش اسامح ايش لا احكم؟ معلش معلش لا بحكم واحكم واحكم واحكم، وما راح اسامح وما راح اسامح وما راح اسامح، لما يطيح اللي في راسي، لما اخلص القصه، لما اخلص هذا البارت، لما ابني الحدود واحط له واسترجع الريموت كنترول واضبط القلعه اللي انا فيها واحط حدود صح، وبعدها ناقش موضوع التسامح وعدم الحكم. ومع هذه مرحله ما هي اصلا مبكره، يعني مرحله متاخره في تطوير الذات. يلا صديقتي هنا تقول اصلا ما يستاهل اسامح هو على فكره احنا ما نسامح يعني عشانهم، احنا نسامح عشان احنا نطلع من الطاقه بس، يعني عشان نفك نطلع من القصه، فاحنا نبغى شويه نجلد في انفسنا، عرفتوا يعني؟ هي طريقه كذا يعني لواعي نلفلف فيها. عشت تجربه الجاثوم، رحت للمطبخ حبيبتي انتي، شكلك جوعانك انتي، رحتي للمطبخ بعدين وين راح؟ راح 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 السؤال، راحت للمطبخ، ايه رحلة قصيرة المطبخ، كنت سعيدة جدا، شكرا جزيلا حبيبتي زهرة، I love you، شكرا لمشاركتنا هذه التجربة. راحت للمطبخ شكلها جوعانة. طيب بداية جيدة، بداية جيدة. قرري من الآن المرة الجاية وين بتروحين، وش بتسوين، برضه حلو حلو.